طاف بالدنيا شعاع من خيالي حائر يسأل عن سر الليالي، يفتش عن حناجر من ذهب ورخامي ويقيس بمسطرته الناعم قماش الأصوات، يفصل عليها أعذب الألحان. أنا العود والهارموني والناي، إحساس ينقل ويخط على النوتة رموز ومعاني. لأن الألحان أبواب تفتح سنين العمر والذكريات، لأن الموسيقى لحظات مسروقة من حياة كلها حزن وفرح، حياة مليانة خيبات واعترافات وأحلام، بعضها تحقق وبعضها مع الأيام تأجل. يسعدني أنا ندى الشيباني أن أكون في وعلى موعد مع القدير أنور عبد الله. طمني عليك ابو عبد الله. زين ندى، الحمد لله فضل رب العالمين، الحمد لله الصحه زينه والف حمد وشكر الله سبحانه وتعالى. تمام الحمد لله. احنا لقانا اليوم ابو عبد الله مثل النوستالجيا، انا سميتها معطتها عنوان النوستالجيا هو الحنين الى الماضي. نعم. انت تحن الى الماضي؟ جدا احبه، اتذكر طفولتي، اتذكر لما كنا نروح نلعب في الحديقه، اتذكر لما دشيت الابتدائي والمتوسط مع حد الموسيقى، يعني آخر شيء أفكر فيه إني أنا أكون ملحن، هذا آخر شيء، هذا شيء مستبعد. بس إيش من الطفولة يعني اللي ترجع له اللي تحن له؟ كنا نروح أنا مع أخوي ولد خالي في منطقة شويق، نروح البحر نأخذ معانا مشخال معروف، ما يحطون في العيش وكذا، نحط عليه خرجه ونحط طحين داخل ونروح البحر، شمس حار ونقعد ننطر شنو الزور يدش فيه ولا الميد يدش فيه ونشيله ونفرح كنا صاعدين سوق السمك كله هو زوري فرحانين فيه براءة. ايه وش نسوي فيه؟ نحط مثل المقطاط مالت القوطي نشويه. الله والله. وعندنا عيش صيد وكل في نفس الوقت، عيش يابس مو مطبوخ، العيش مع معجون طماط خرطة مع معجون. الله ايش كثر حلوة هالبساطة. جدا جدا. ومتعتنا لما نجيب التونة ونحطها في الخبزة ونرش عليها شوية فلفل، هذا نسميه احنا بوديتش، وتعال اكل وتعال، ما في مسؤولية، ما في تفكير، ما لا عايشين يومنا بس. حلو. ولما اقعد يجمع الربع واعزف لهم على العود، لا انا صاير محمد عبد الوهاب عندهم، محمد عبد الوهاب موجود، انا في منطقه ما حد يعزف فيها عود الا انا، الا انت، فانا محمد عبد الوهاب اعزف لهم وهم يغنون نستانس وتسوي لهم سمره. اي سمره بالحديقه، بالحديقه ما عندنا دوره نسميها دوره، احنا في الشارع دور دق 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 دق، غنينا استانسنا، كل ما راحت بيتها انا اخذت عود ورحت البيت. كم عمرك كان؟ 17 سنه الحكي هذا، 18 سنه. زين، يعني الماضي له كم كبير في قلبك. حلو. شي خليك تبتسم. جدا جدا جدا. أنا أبي أسمعك شيء من الماضي. إيه؟ ونتكلم عنه. نسمع. الله خبرنا. الله، وين جبتوها ندى الاغنيه هذه؟ اليوتيوب ما يقول هذا ما يقول. اول لحن عملته بحياتي، اول لحن، وطلع معي صدفه، يعني اسمع والله فلان يلحن وهذا يلحن
وعبد العزيز كان صديقي يلحن. قلت خلني أجرب نفسي أشوف أنا ألحن ولا ما ألحن، ما أدري. فحافظ كلمة بمثل ما بكي يا أغنية الوادي، لأن غناها محمد جمعة خان ولكن بلحن آخر. فقعدت أدندن هالشكل، يعني بمثل ما بك يا خمرية الوادي ناديت ليلى. شوفي كله ترى تون واحد أو مقطع واحد، يعني ما في كوبليهات. والله كان حلو. فعبد العزيز وقتها كان مطرب يعني مشهور، كان مطرب شعبي. نعم. عبد العزيز السيب مسي عليه أبو يوسف كان مطرب شعبي معروف عندنا في الكويت. ويجيني البيت نشرب شاي ونقعد ونسولف. قلت له عبد العزيز مسعود، حتى سمي مسعود، والله عندي جملة طلعت معي. لا شو الجملة؟ قلت شان سمعيها. قال تصدق حلوة؟ والله انت متأكد؟ قال لي لا وبسجلها لك بعد. والله قال لي والله. أذكر أنا بالتسجيل لما غنى لي يا هني مو مصدق نفسي، كأنه واحد جايب لي هدية ثمينة وهو يغنيها وأنا مبسوط. ففرحت ان اول لحن، اول محاوله سويتها طلعت مثل ما بك يا خمرية الوادي. هل كان مود العدنيات هالكثر منتشر ويعني له جمهور معجبين في ذاك الوقت؟ اكتسحت العدنيات في الكويت، اكتسحت بصوت محمد جمعة خان. محمد جمعة خان جاء الكويت اكثر من مره بال63 وبال64 وسجل مجموعه اغاني اسطوانات. ليش اكتسح ونجح؟ الأغنية العدنية ندى خفيفة حلوة بسيطة تنحفظ. ذيك الأيام كان في أصوات، الصوت حلو، الصوت مشهور في منطقة الخليج طبعاً. معروف. أي. لكن الصوت مهما كان يمل طول الليلة تطق أصوات تاك دوم تاك دوم دوم يمل. بس العدنيات في كذا لون، يعني في إيقاع 4/4، في إيقاع 3/4، في إيقاع 2/4، وألوان مشكلة أسوان صنعاني أو عدني من تحت. فالأغنية العدنية خفيفة خفيفة على القلب، حلوة حلوة، فتعلقنا فيها. حلو. هذا الشيء انعكس على ألحاننا وعلى أغانينا، حبنا للأغنية العدنية. الحين اللي يعني يقرأ مسيرة أنور عبد الله يشوف أنه هو شكل هذه الحركة الموسيقية في الخليج وفي المنطقة، شكلتها رسمتها ويمكن أقدر أقول نحت ملامحها. بس أنت كذي بينك وبين نفسك لما تقعد في جلسة رايقة مع استكانة شاي وتأخذ مسيرتك الطويلة هذه كلها اللي هي نقدر نسميها بالأطلال، إن الواحد يتذكر يكون عنده حنين للأمجاد، تقول إن الحياة ما كانت جدا كريمة معي ولا تقول لا كانت كريمة معي؟ لا كريمة جدا جدا كريمة، يعني الله سبحانه وتعالى أعطاني أكثر من حقي حقية. يعني لولا توفيق الله سبحانه وتعالى أنا ما انتشرت ولا انعرفت ولا أصلا ممكن أجي الإمارات، مثلا أجي الإمارات كسائح غير لما أنا أجي الإمارات كملحن فنان معروف ما شاء الله. أي مكان أروح لي في الإمارات يسلمون علي ويصورون معاي ويبدو معاي، فهذا فني وصل لي لهذا الشيء. كذلك نفس الشيء في دول المجتمع الخليجي، سواء في البحرين ولا سواء في السعودية. مرة كنا في السعودية كان معي الله يرحمه صاحب الكريم عبد الغادر، طلعنا كذي نتمشى بس شيء مو معقول، وإحنا في جدة رايحين العمرة. اللي يوقف واللي يصور واللي تعال البيت تقدم عندنا تعشوا عندنا كذا تفضل البيت. من يعني شلون عرفونا؟ يعني من فنه، من الرسالة اللي كانت موجودة عندنا وصلناها. فالفنان مرحب فيه من أكبر بيت إلى أصغر بيت. اركب الحصان اللي يركض، صح؟ هل وجدت هذا الحصان أستاذ أنور أم الحياة أقنعتك بضرورة التخلي عن هذه الفكرة أو فكرة البحث عنه؟ من اللي قال الكلمة هذه اركب الحصان اللي يركض؟ أستاذ شعبان أبو السعد المايسترو رحمة الله عليه، كان يدرس عندنا في المعهد توزيع الأوركسترالي. وفي بداية حياتي أنا عامل لحنين، واحد مطرب اسمه عبد الله الشحمان، واحد مطرب اسمه فيصل الفرج. فقاعدين أنا وياه ننوت شو اسم اللحن. قلت له اللحن اسمه مسايير، مسايير اللي يسيرون زوارة. كتب مسايير
كلمات مين؟ قلت له كلمات سامي العلي كتب. الحان مين؟ الحان هذا. غناء مين؟ قلت له عبد الله الشحمان. كان يقط القلم رصاص. قال بص يا ابني انور اركب على الحصان اللي يركض. لا انا ثقيل، اي حصان يركض فيني هذا؟ قال لا اركب على الحصان يركض، يعني يشوف لك صوت حلو عشان يشيلك، انت الحين في بدايه الطريق، وشاعر انت مو معروف، وشاعر مو معروف، ومطرب مو معروف، صعوبه، شوف لك احد من الاصوات اللي واصله ولحله عشان يشيلك معه. كلامه صح. كانت البدايه مع طبعا عبد الله الشحمان وفيصل الفرج، لكن اللي رفع انور رباب. اي بنوصل للرباب بس خلنا في الحصان اللي يركض زين. اوكي لما انور عبد الله حين يشوف هذه المسيره، هذا الاستاذ قال لك يعني اكسب الحصان اللي يركض. انت في مسيره حياتك وجدت هذا الحصان اللي يركض في فتره تمسكت فيه إيه؟ وفي فتره تخليت عن الفكره؟ لا. ولا هو تخلى عنك ابدا. لما طلعت ولما انشهرت ولما عرفت، بديت انا صرت الحصان اللي يركض واطلع الناس اللي توهم. انعكست المعادلة. قبل أنا أدور الحصان، حصلت الحصان والحمد لله ما شاء الله نجحنا نجاح كبير. بديت أسمع أصوات جديدة، أصوات حلوة محتاجة إلى من يساندها، من يوقف معها. فساندتها ووقفت معها وقلبت الآية وطلعتها. حلو. طلعت رباب، يعني الفنانة رباب الله يرحمها، يعني يمكن معاها ابتدى امتحان الحياة الصعب يعني. إيه مشوارك إيه صحيح. إيه انت كنت في يعني شاب مغمور ما حد يعرفك، غير مشهور. إيه ولحنت لها مقدمة مسلسل الغرباء وهذا معروف. نعم. وقصة مشهورة جدا، ومنها كانت الانطلاقة ومنها كانت الثنائية وكل ذلك. صحيح. كلمات الأغنية عبد الله تقول كانت مدينتنا ذهب ذهب والناس للناس. إيه كان الكرم ويا الوفا. هل ما زالت المدينة ذهب ذهب والناس للناس؟ لا لا، مدينة غيرك صارت، كانت شيء وصارت شيء ثاني. لا طبعا المدينة كبرت وايد، توسعت وايد، ودشت ناس وايد، واختلط الحابل بالنابل. شلون اختلفت المدينة؟ اختلفت طبعا. المدينة كل ما تكبر كل ما يدشونها ناس وايد. الناس وايد هذيلة ما تعرفين من وين، ما تعرفين من هو المخلص ومن هو مو المخلص، من هو اللي يبني ويعلي فوق، ومن هو اللي ينخر ويهدم تحت. فحسبة تغيرت طبعا. موقف إنساني جمعك برباب ومستحيل تنساه؟ كثير، مواقف كثيرة طبعا. واحد دائما في الذاكرة. شوف يعني الواحد لما يكون عشرة طويلة مع أشخاص دائما يعني تكون معاه بينهم مواقف كثيرة. لكن يتم في موقف واحد بالكثير اثنين. نعم. هذا محفور في الذاكرة ما ينسي. لما اشتغلت الفترة اشتغلت فيها مع رباب كنت أتردد عليها وايد في البيت، أتعشى وياها في البيت وأقعد وياها وندندن وتطلب لنا عشاء، أخو مع أخته طبعا، وأنا فرحان. أنا في بداية الطريق ورباب فنانة مشهورة وعزتني وايد، و يعني دائما أنا عندها. نعم. فيوم من الأيام طبعا عندنا أغنية اسمها سمعت الصوت في لحظة ينادي، قاعدين نشتغل فيها، اللحن مو راضي يطلع، مرات اللحن ما يطلع معك، مرات يطلع على طول. اي وأغير وكذا وهي قاعدة وأغير. قالت لي أبو العبد إيش فيك اليوم؟ إيش فيه؟ اليوم ما طبيعي أنت، إيش فيك؟ في شيء، خل العود، قول لي ايش فيك؟ قلت لها رباب انا شريت ارض وما عندي فلوس حق الدلال عشان يسجل لي اياها. كانت تضحك. شلون؟ قلت لها كل اللي جمعته ها شريت فيه الارض. الحين الدلال يبي فلوسه عشان يسجل الارض باسمي، ما عندي فلوس الدلال. ضحكت طبعا وراحت داخل. طبعا الدلال يبي مني 500 دينار، ما عندي 500 عشان اسجل ارضيها. راحت جابت لي 1000 دينار، قالت لي هذه 500 عطها الدلال وهذه 500 اكل فيها ولين الله يفرج عليك. وفعلا والله سجلنا وخلصنا وفرحت وطلع اللحن والامور صارت طيبه. وامور كثيره بعدين. هل في شيء في قصتها يتقاطع مع قصتك؟ كفاح، هي من كورال
كانت تغني كورال، وبعدين شوي شوي وقدمها الله يرحمه خالد الزايد، وطلعت شوي شوي وصلت 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 وصلت. نفس الشيء أنا فنان مغمور ما حد يعرفني، فشوي شوي رحت حق فايق عبد الجليل الله يرحمه الشاعر، وقلت له أنا بألحن، أعطاني كلمات وقال لي أنا بأخذك معي الرياض، أعرفك على فنانين في الرياض، وداني إياه الرياض وكفاح بدأت يعني. وبعدين قلت أتردد على بعض الشركات ما كانوا يخلوني أدخل قاعد عندهم. جيتهم مرة مرتين مستانس أشوف فلان وأشوف فلان وأشوف فلان وشلا، فبي يعني خير إيش تبي؟ قلت والله أشوفك وأشوف فلان. قال مو جي اليوم، ما يوم قاعدين فوق ما يبوني، يعني 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 سكوا لي الباب أنا أطمن أدري شيء، سكوا لي مني أي مني، سكوا الباب بطل مني، أبي أطلع أبي أعرف. نعم. فهي ما بسميها ظلم بسميها كفاح يعني. كفاح. لو باخذ معايير الترند الموسيقي في زمنكم في الزمن الجميل الثمانينات والتسعينات، ايش معاييره؟ معايير الابداع، معايير الاخلاص، معايير حب العمل وحب التعاون. احنا ما بكبرنا احنا وايد زمننا وايد يعني، ولكن فتره الثمانينات احنا ما عندنا لحن ينبعث في 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 الواتساب ولا مني، ولا انا الحن بالكويت والمطرب موجود مثلا في تركيا، في تركيا والكلمات موجوده في مصر، تعال لا 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 نقعد مع بعض. هذا العمل الحلو اللي يطلع لما يكون الشاعر موجود، يكون الملحن موجود والمطرب موجود، ونخلق شيء من لا شيء. انت تقول كلمه وانا اقول جمله والمطرب يغني شويه، غيروا هذا عدلوا هذا كذا. البنيان لما ينبني على على اساسات قويه يطلع العمل حلو. ولهذا ما بيقول اعمالي انا، اعمال غيري واعمالي باقيه الى الان خالده اللي في الثمانينات والتسعينيات، والله كانه تونا ملحنينها، لها نكهه لها طعم شيء حلو. خليك من التكوي هذا. برامج المواهب، يعني أنا شفت لك أكثر من لقاء تتكلم أنت عن برامج المواهب، وأنه يكون في إهمال لتواجد الملحنين في لجان التحكيم. نعم. اختلف الرأي ولا لازلت يعني؟ لا أنا لازلت رأيي، أنا لازلت رأيي على على برامج المواهب. محترامي للجان يعني ما يعرفون الرصد من البياتي، من الكرد، من الحجاز، من ما يعرفون ما يعرفون. اللجان اللي موجودين هذيلا مطربين، ليش؟ عشان يغنون في البرنامج، صح، وعشان يبون سبونسر. لكن موسيقيا لا، انا اتمنى من المسؤولين على البرامج هذيلا، اوكي انت ييب مطرب، ييب مطربين، بس لازم تجيب معاهم واحد متخصص. نعم. سواء موسيقي شاطر، مايسترو، ملحن، لان هذيلا الثلاثه دارسين موسيقى، والاخوان اللي في اللجان ولا واحد من دارس موسيقى. والله الصوت زين، الصوت والله زين، شنو طبقه صوته ما يعرف. ايوه. شو البيان، شو المقام اللي غنى منه المطرب هذا ما يعرف. ثقافه موسيقيه ما في، لا يزعلوا مني، بيزعلون خلي يزعلون، انا اقول الصج. تظلم ناس كثير من المتسابقين هذه طبعا الحسبه؟ طبعا طبعا، يعني ندى انا اصوات كثيره، اعوذ بالله من كلمه، انا اصوات كثيره مرت علي، اعرف الصوت اللي حينجح، اعرفه، في مقاييس عندي له، اقول هذا يطلع. قبل الاحلام كم صوت مروا علي، وبعدها كم صوت مروا علي، ايش معنى ركزت على الاحلام؟ عارف ان الاحلام يطلع منها. وقبلها نوال، اول ما لحنت لنوال كانت طالبه في المعهد. نعم. قبل لا اي ملحن اخر لحن لها، صحيح، في مسرحيه دفاشه، وفي أغنية وطنية نسج النور. نعم. محمد بلوشي، كلهم كثر كثر أسماء كثيرة كثيرة يعني، كثيرة. محمد بلوشي طويلة. إيه ندى، محمد بلوشي كان طالب في المعهد عندنا، وكانوا في مدرسين عندنا في المعهد. أيه. قسم الأصوات يدرسون يعني مطربين. أيه. اخترت الطالب، وزعلوا مني المدرسين، قالوا لي إحنا زملائك وإحنا ندرس. تأخذ الطالب، قلت لهم الطالب أشوف في شيء مو موجود عندكم. وفعلا تخرج محمد ونجح وصار مطرب، والمدرسين للحين في المعهد يدرسون ولا احد يدري عنهم.
جبت سيرة المعهد العالي للفنون الموسيقية، وحين ذكرت أنه كان في مدرسين ومتخرجين وأسماء كبيرة، يعني سطرت اسمها من ذهب في المشهد الفني سنين طويلة. لو كنت مسؤول اليوم، إيش القرارات اللي بتاخذها عشان تعيد هذا المعهد لبريقه السابق؟ أنشئ أكاديمية للفنون في المعهد في الكويت، تضم المعهد العالي للفنون الموسيقية والمعهد العالي للفنون المسرحية وكلية الفنون الجميلة. إيه يعني نحن تحطهم كلهم؟ أيوة تحت أمبريلا واحدة. كل أمبريلا واحدة، مظلة واحدة أكاديمية، ويعني من ضمن الفنون التشكيلية والخزف والأمور هذه كلها والموسيقى والمسرح، وهي دكاترة وهي أساتذة متخصصين. وأبتدي مو من إحنا دشينا من يعني من الثانوية. الثانوية. لا من الابتدائي أدش. أشوف بعض الطلبة موتسارت بينت موهبته هو عمره 4 سنوات أول ما ألف وعزف على البيانو 4 سنوات. بعدين هذه مواهب. يعني ترى المواهب جماعة مو شوية يعني. يا كم أم كلثوم أكو، كم عبد الوهاب أكو، كم عبد الحليم أكو، كم نادر الصباطي أكو، كم عبد الوهاب، معددين على أصابع. صح فعلا. خلنا نشوف في 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 مجالنا في التلحين، كم ملحن اللي هو منجم في الخليج؟ الخليج إيش كثر يا فنانين؟ وايد. لكن المنجمين كم؟ 10 ينعدون. فخلني أنا أهتم فيهم، لأن هذيلا يصنعون البهجة ويصنعون السعادة، وبعدين هذيلا أعتبرهم معنا السفراء لبلدهم. طبعا. يعني فنان مثل حسين الجسمي، يعني يمثل الإمارات في المحافل الدولية، وفنان جميل وفنان حلو وفنان معروف. صح. نفس الشيء بالنسبة للفنانين الخليجيين. فلازم نهتم بهالمواهب من صغرته نهتم فيه. أحمد باقر ملهمك الأساسي وأستاذك. محمد عبد الوهاب استقبلك وترك بصمة كبيرة في حياتك. كيف يتعامل أنور عبد الله مع ملهمينا؟ علاقتي معه طبعا أستاذ أحمد باقر علاقة يعني 8 سنوات في المعهد، ومن ثم عقب المعهد يعني أب مع ابن، يعني علاقة جدا قوية وعلى اتصالات، وكان ييني المكتب ويقعد عندي. حتى أستاذ عبد القادر الله يرحمه يقول لي أنور أحمد باقر ما يروح حق أحد، شلون يجيك المكتب عندي؟ شلون يجيك؟ قلت له أنا يحبني أستاذ أحمد باقر، يحبني وايد يعني. في مقابلات يتكلم عني وايد يعني، لأن أنا تلميذة. نعم. فبالتالي الأستاذ يفتخر في تلميذه. طبعا. محمد عبد الوهاب طبعا ما صدقتني أنا رايح أقابله، يعني ما صدقتني أشوف عبد الوهاب جدا. فيا بادرة من الأستاذ ميشيل المصري الله يرحمه، كان عبد الوهاب يحبه، كان يكلم عبد الوهاب بالتليفون وأنا حط ذوني على التليفون أسمع صوت عبد الوهاب شلون يتكلم. فشلون يتكلم؟ فيقول لي أنت لهالدرجات أنت عبد الوهاب؟ قلت له أنا أحب عبد الوهاب، أنا أعشق عبد الوهاب. قال لي خلاص أنا حامل موعد وأوديك لعبد الوهاب. قلت له يا ليت. وفعلا عمل لي موعد في سنة 90، وجبت معاي بوم من الكويت. عارف البوم؟ أي. هذا رمز أن البوم في الخليج كله. طبعا. جبت بوم حلو، جبت مجموعة من أعمالي، ووعدنا عبد الوهاب الساعة 8:15 أني للبيت. ورحنا للساعة 8 وفي البيت إحنا موجودين عنده يا عبد الوهاب. ويه شقتها من أحلى الشقق اللي أنا دشيتها بيته يعني. أي. كلها باركيه، إضاءة ما في، مجرد بس أبجورات خفيفة وأثاث حلو، وشقة نظيفة وحلوة على النيل. وأنا أنطر عبد الوهاب. يوم يا عبد الوهاب يمشي، طبعا أنا ما صدقت إن أنا أشوف عبد الوهاب. سلمت عليه بكل هداوة وبكل كذا، بعد مسكين يعني. وقعد معاي الكاميرا، فقال لي سعد ميشيل المصري إذا حال ودانه ولابس بدلة نستأذن ونتصور، إذا مش حال ودانه ولابس روب معناته مش عاوز حد يصوره. حلو. يوم طلعته وأنا لابس روب ودانه ما قدرت ما قدرت أطالع الكاميرا مخواتي أطالع. المهم سلمت عليه، سولف معي على الأغنية الكويتية، سولفنا بعض الأشياء. قال ملحن الكويت، قال أنا أسمع الأغنية الكويتية وأنا أحب الأغنية الكويتية، وأنا على فكرة أنا سمعت صوت رباب عجبني وكلمتها بالتليفون. اذكر رباب طلعت في جريده وقالت ان عبد الوهاب كلمني بالتليفون، ما حد صدق في الكويت. قالها تكذب الكل. قال لا ابدا.
وتقول والله كلمني ولا كلم يقول لا ماشي. عبد الوهاب قال لا انا كلمت رباب وحكيته بالتليفون وكذا. فاسولف وياه فقال لي ان شاء الله انا مديله مجموعه من اعمالي هو بس يتكلم وانا اطالع. اي طبعا عبد الوهاب هو يتكلم يمدح ميشيل المصري اللي جايبني دميشو استاذنا دميشو ننتقل لما نكون في زنقه كده في المزيكا نلتقي لميشيو يقعد يرفع في ميشيل يرفع وميشيل المصري يقول يا مولانا الله يا استاذنا انت اللي علمتنا. انا بس قاعد اشوف الاثنين هذيل هذا يمدح هذا وهذا يمدح هذا هذا يمدح هذا شوف الادب والرقي شلون. فقال المره الجايه ان شاء الله حسافر انا المره الجايه حسمع الحانك وحنقعد مع بعض ندردش تتغدى عندي ولا تتعشى وانا طرت الفرح طبعا. بس المره الجايه طبعا الظروف تغيرت صار الغزو الغاشم على الكويت وبعدي توفى عبد الوهاب صحيح وما شفته. هذه الأدب والرقي بين الفنانين ذاك الوقت هذا الله. العظماء الله الله افتقد أنور عبد الله في فترة من مشوار حياته. أنا بالنسبة لي والله أنا حاشم نفسي يعني واللي يشوفوني الفنانين الحقيقي يعني اللي توهم طاقة يحترموني ويقدروني وكل شيء لكن ما أحس أحس يمكن ما يعرفون الشخصيات. لما تسألها مثلا عن 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 ألحان عبد الوهاب أو تسألها عن ألحان محمد الموجي أو تقول على ملحن مثلا بليغ حمدي ما يعني عادي يعني ما يعرفونهم يعني. فبالنسبة لي أنا يعرفني لأن أنا موجود وبعدين ما في احتكاك وايد بيني وبينه. كيف الحال أستاذ؟ كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير. شو أخباركم؟ وأنا كلمتين حلوين الله يوفقكم الله يعطيكم الصحة والعافية أعمالكم حلوة شدوا حيلكم كذا. ترى الناس ما تبي منك شيء ما تبي الكلمة الحلوة بس. ما حسيت في فترة أن هذه الطيبة يمكن خذلتك شوية؟ لا بالعكس والله يعني لازم تكون طيب القلب لازم تكون متسامح حتى مع الناس اللي ظلموك. كل إنسان طبعا يمر مجرد مو شرط أنور عبد الله ولا غيره كل إنسان يمر بظروف ناس تحبه وناس تحفر له ناس توصل عنا كلمة زينة وناس تشوه الكلمة توصلها مو زين ولكن الله موجود والحمد لله طبعا يعني العبد رزقه على رب العالمين. إذا الله قاسم لي شيء ييني ييني وإذا الله مو قاسم هذا الشيء ما ييني صف النية حب الناس عامل الناس مثل ما تحب يعاملونك. بعدين إحنا شو ماخذين منها؟ مو ماخذين شيء. بعدين إحنا شنو نبي؟ يعني واحد عنده بيت وعنده زوجة وعنده عيال وعنده سيارة وعنده غدا وعنده عشاء وعنده ساعة يلبسها وعنده تليفون إيش يبي بعد؟ كل شيء. بس لا تطالع فوق طالع فوق تتعب طالع لتحتك مساكين. شكرا يا أبو عبد الله على الصراحة الجميلة الحلوة في هذه الفقرة. واحنا ان شاء الله بعد الفاصل نلتقي معك في كرسي اخر. حياك الله يا ندى. ابو عبد الله كان لك شرف تنفيذ العديد من الاعمال والاوبرتات بحضور ورعايه المغفور له باذن الله تعالى الشيخ صباح الاحمد. ورجل كان رجل يهتم بالثقافه والفنون والادب. ودي تأخذني في هذه الكواليس التواجد معه الاهتمام في هذه المجالات الإبداعية علاقتك معه. ندى علاقتي مع الشيخ صباح الله يرحمه من قبل لا أكون فنان يعني كانت أسرتي مع الشيخ مناصر زوجته الشيخ فتوح سلمان الله يرحمها يترددون أمي وخالتي عليها دائما وكنت أنا صغير أروح وأشوف بنت الشيخة سلمى الله يرحمها بعد وكنت أشوفه كنت أنا صغير. وبعدين خالي عقاب الخطيب صديقه وكان عنده استراحة في منطقة جليعة اسمها طروب وهو الله يرحمه يحب الحداق ويحب صيد السمك بشكل كبير. فكنا نروح مع خالي وكنا نروح نشوفه هناك ونسلم عليه ويطلع الحداق ويعطينا سمك حنون يعني كل يعامل كل شخص على سنه يعني يلاياها اللي يحبها يحضنها إلين صرت بعدين ملحن. ف
فانقطعت عنه فترة، وبعدين عملت كذا أوبريت تحت رعايته وتحت حضوره، وشوفني يضحك طبعا يذكرني ما أنا صغير. فمرة من المرات طبعا في حفل فسلمت عليه فضحك ضحكة كبيرة، والصحفيين صوروه، يعني الفنانين اللي قبلي واللي بعدي ما ضحك معهم ضحكة مع أنا ضحكة كبيرة. أي. على طول سألوني ليش الشخص ما ضحك، إيش قلت له أنت؟ طبعا لما سلمت عليك قلت طويل العمر شلون صحتك وكذا، هذا سلمت عليه قال يعني أنت لحي ما ضعفت؟ قلت له طال عمرك ما ضعفت. قال ليش ما ضعفت؟ قلت له أحب المجبوس، أتغدى مجبوس وأتعشى مجبوس. طبعا ضحك ضحكة كبيرة، قام الصحفيين صوروا ما صور. في جميع المناسبات كنت أزوره، سواء العيد الأضحى أو عيد الفطر رحمة الله عليه. وهو طبعا اللي أنشأ مركز جابر الأحمد الثقافي، وكذلك مركز عبد الله السالم الثقافي. نعم. كان مهتم بالفن لأنه فترة طويلة مسك وزارة الإعلام، فلا علاقة مع الفنانين، والفنانين وايد يحبونه كانوا. نعم. رحمة الله عليه، الله يرحمه. وبالحديث عن يعني التعاونات مع أصحاب السمو والشيوخ والحكام، نعم، أبي أسمعك هذه الأغنية ونتكلم. نتكلم نتكلم. شوف تأثيرك من الجرح الوثيج، احتباس الدم في وسط العروق. شوف تأثيرك من الجرح الوثيج، احتباس الدم في وسط العروق. وانحدار الدمع كالسيل الدفيج، وانحدار الدمع كالسيل الدفيج. من شوامخ سحبها رعد وبروق، من شوامخ سحبها رعد وبروق. شوف تأثير الله. يعني هذا التعاون مع قصائد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. نعم نعم. حدثني عن البدايات. تتوقعين الأغنية هذه كم عمرها؟ تتوقعين؟ أنت قل لي. 40 سنة إلا سنة. 39 سنة. 39 سنة، هذه سنة 85. وهذا كان أول تعاون بيني وبين عبد الكريم كعاطفي. وبيننا إحنا الاثنين مع السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الله يحفظه. آمين. فأنا كنت أبي الفرصة اللي أتعاون فيها مع عبد القادر، فنان كبير معروف. وأنا في بداية الطريق، شلون نبي نتعاون؟ ما صار في تعاون قبلها إلا في أغنية رياضية هامشية. زين أنا أبي عاطفي. هاي المطلوب. أنا ما أبي رياضية صغيرة، أبي العاطفي. شلون أصيدها بالعاطفي؟ الهامور هذا شلون تصيده؟ يبي له ييمة. ايه؟ ييمة زين عشان تصيدها فيها طبعا. فهني جت أغنية إلى ميم عن طريق أخ عزيز صحفي محمد البرجس. عنده مجموعة قصائد اسمه الشيخ محمد بن راشد في البيان، كان وقته ينشر في البيان. قال من أحسن مطرب عندنا بالكويت؟ قلت له عبد الكريم عبد القادر لا شك طبعا. قال أنا بعطيكم حوالي 40 قصيدة منشورين في البيان، جريدة البيان. نعم. اختاروا واحدة كذي وسووها. حاضر. طبعا لا الشيخ محمد يدري ولا احنا متوقعين ولا اي شيء. حطينا القصائد هذيلا وقعدنا نشوف نقراهم. هذه حلوة، هذه حلوة، هذه حلوة، هذه حلوة، هذه. عبد الكريم عجبته، شوف تأثيرك من الجرح الوثيج، احتباس الدم في وسط العروق، وانحدار الدمع كالسيل الدفيج، من شوامخ سحبها رعد وبروق. الوصف هذا عجب عبد الكريم، قال ايش رايك بالقصيده هذه؟ قلت له والله وايد حلوه، يعني خلينا نشتغل عليها. فاشتغلنا عليها وعملناها وبس، وطلعت وطلعت، قدمناها سجلناها اعطيناها لهذا الشخص وفما الله ووصلها حق سمو الشيخ هني في دبي. ما شاء الله لقت رضا واستحسان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، جبته. فقال لا أبي كرر تعاون. فشوف الصدفة هذه، هالأغنية هذه أنا أبي أصير عبد الكريم و
والحمد لله التقينا مع الشيخ محمد وصارت لي مدخل على دبي وإقامتي في دبي وعمل شركة إنتاج في دبي وعلاقاتي في دبي. قاصر بس أتزوج من دبي. أم عبد الله نرفع قضية علي طبعا مظاهرات إيه طبعا لا ما نرضى عندك إياها هي بالدنيا إيه لا أحد لازم الحديث يصير فيه مداعبات شوية. أبو خالد هالثنائية اللي أنت يعني اشتهرت فيها وكل الناس عرفوكم فيها وكنت لصيق جدا في كل شيء. نعم. 46 عمل عاطفي. اي والله. والكثير لا تحصل اعداء الاعمال المسرحية المقدمات الخاصة والوطنية وكذا. اكثر صفة تميز عبد الكريم عبد القادر. الهون ابرك ما يكون. دائما يقول لي كذي. الهون ابرك ما يكون. اقول له شلون ابو خالد؟ قال لي لا تصعب. انت انا عارف انت دارس موسيقى ودارس اكاديمي ومتاثر بعبد الوهاب وفي الصنباطي وفي الملحنين وتي حق الاغنيه الكلمات العاطفيه. يسر يسر ولا تعسر. الهون ابرك ما يكون اكبر ما يكون. يعني اجمل الابداعات طلعت مع عبد الكريم في مشواره من خلال هذه الثنائيه. إيه الحمد انت اعطيته وقتك وعمرك ويمكن اجمل ابداعاتك. اي هي ايام حلوه والله. ايام حلوه كانت صحيح جدا لان نلتقي في اليوم مرتين. نلتقي من الصبح للساعه 2 الظهر ومن ثم بعد الظهر نلتقي من 5 للتسعة للعشر بالليل. عشان شي قلت انا انت اعطيته عمرك. إيه. هل هذا الوقت اللي كان كله مسخر لعبد الكريم عبد القادر افقدك التعامل مع فنانين اخرين كانوا طالعين في الساحه ونجوم واسماء؟ انا حاب هذا الشيء حاب هذا الشيء لان انا يعني عبد الكريم يترجم احساسي ويترجم روحي ويترجم افكاري يوصل لي انا ابيه. اللي انا ابيه يوصل لي بالضبط فعلا. فنوعا ما هم يعني شويه يعني كله عبد الكريم كله عبد الكريم. طب انا اجد نفسي في الشيء هذا كمان اجد نفسي في عبد الكريم في الخاطر. يمكن خسرت الانتشار على مستوى الحفلات الغنائية والمهرجانات. صح كلامك عدل. هذه النقطة الوحيدة اللي أنا خسرتها. لأن عبد الكريم ما يغني حفلات. وأنا 85% من أغانيي كلها حق عبد الكريم. فبالتالي ما في مطربين يغنون لي في الحفلات. إلا رباب شوية. لما كانت تغني حفلات قبل. ولا المطربين الثانيين بعدين عاد لما طلعت احلام قام تغني اغانيه في الحفلات. وعبد المجيد عبد الله. هل في مطرب خليجي انه قادر انه هو ينجح اي لحن؟ والله ما ابي اقول لك يعني قادر ينجح اي لحن ولكن يعني يساهم كبير يساهم مساهمه كبيره في نجاح هذا اللحن. عبد المجيد عبد الله. عبد المجيد شاطر وذكي وممكن يعني اذا اللحن يعني عادي يعني ممكن يوصله لان مثل ما يقول الحصان اللي يركض يعني. انت سميت بصانع النجوم يعني ابو عبد الله واسماء كثيره ذكرنا بعضها في الحلقه ويمكن بعضها يمكن القائمه طويله يعني ما يتسع الوقت اللي ذكرها لكن هل من هؤلاء النجوم اللي انت يمكن اعطيته اكثر من اعطاك؟ لا والله هم زينين يعني انا ابي اقول يعني اعشق اني انا اصنع مطرب اصنع نجم. اعشق هذا الشيء استانس لان شنو ينسب لي انه والله فلان قدم فلان فلان قدم هذا فلان قدمه فلان هذا فلان قدمه فلان والحمد لله يعني اشوفهم بالساحه يغنون وافرح لهم افرح لنجاحهم. ما اكون انا حد دقيق وايد والله ما ياب اسمي ما غنى اغنيتي في الحفله ما اكون حساس في الموضوع هذا خلاص. انا مثل يعني مثل ولدك اللي انت جبته وربيته وخليته الان مسكت الطريق قلت له والله هذا الطريق يلا انت شد حيلك. انت يعني ما شاء الله عليك حصلت على البكالوريوس وتخرجت وحصلت على بعثه
نعم. انك تروح امريكا. لكن ذاك الوقت انت كنت في بدايه الطريق والحانك بدات تنسمع وتنشهر وناس تعرفك، فانت تخليت عن هذه البعثه. نعم. وواصلت الطريق. نعم. لو يعود بك الزمن هل تندم على هاي الخطوه؟ ابدا، راح اكرر نفس الشيء. انا خلقت للساحه الفنيه ولا التلحين ولا الغنى ولا من استوديو الى استوديو، من ديره الى ديره. انا ما خلقت مكتب اقعد ورا مكتب وين فلان هذا داوم هذا ما داوم هذا بده شنو. شغل المكاتب هذا مو شغلي انا، هذا لناسه. حلو. انا اعطيني عود، اعطيني استوديو وقرقعه وهدني وهدني. انا اللي خطيت، قلتها لنفسك في اي موقف؟ كثير، في حاله غضب اتخذ قرار واندم عليه. ترى كثير صارت معي، يعني اتكلم على يخطئ كثير واتاسف واعتذر بعد. انت عصبي جدا، هذا اللي الامراض. على اشياء يعني تافهه يعني. اي والله، يعني يا ليت امتلك الحلم، الحلم عند الغضب. هذا شيء عظيم من رب العالمين، يعني بالشارع احد يلف عليه كذا وليش احنا حطيت لي سايق بس وهو يسوق وانا ماسك الايفون عشان لا اشوف مني ولا مني اللي يلف عليك واللي يوقف قدامك يطق بريكات زين ليش واللي يدعمك خلي السايق يسوق وانا الايفون ورايح. يعني الغضب أسوأ صفاتك؟ اي والله اي والله، الغضب من أسوأ صفاتي يعني. ولا وانا انصح فيه ناس وايد. بغير الموضوع. غيري. أنا بغير الموضوع الحوار وبقول أمي يا كل الأمان، أمي يا كل الحنان. ويه الوالدة الله يرحمها. إيه. ما زال حاضر بكل تفاصيله في مخيلتك. طبعاً. ومتى طبعاً. آخر مرة زارك؟ طبعاً أنا أزورها إلى الآن، طبعاً من متوفى دائماً أمر على أزورها في المقبرة وأحلم فيها، وهي ضحت وايد علشان احنا. هي طبعا انا عشت بكنف والدتي من انص حوالي عمري 7 شهور 8 شهور يعني، فهي اللي ربتني وهي اللي درستني وهي اللي علمتني، وكنت مدلل في البيت يعني اشوف ربعي اللي حد في يطبخ هذا يطبخ، هذا يقول لك انا اغسل ثيابي، ويقول لك هذا يقول لك والله انا اسوي كذي، انا ما اعرف اسوي شيء هذا كله، لان عند الوالده مدلل يعني، تطبخ مسكينه وتكوي وتسوي من حريم اول يعني. ف يعني تعبت وشقت علشان تربينا. اي والله. شلون دللتها لما صرت مشهور؟ يعني تدري ما اقصر عنها طبعا، الله سبحانه وتعالى يرزقني، وكانت تفرح طبعا بالشيء هذا، وكذلك بعد وفاتها عملت لها كذا عمل خيري لها يعني، وهذا اقل شيء طبعا تقدم لها الله يرحمها. يقولون انوار يشبه امه في راسها يابس، واذا زعلت زعلت. الله يرحمها الله يرحمها. راسها يابس ومصره على رايها وشخصيتها قويه جدا جدا. انت مثلها في هذا الشيئين ان شاء الله، بس متسامح ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. زين، بسألك اسئله سريعه وحابه تكون الاجابه في كلمه. اهم درس علمته لي الحياه؟ لا تسمع كلام الناس. صوت لا استطيع سماعه؟ صوت ما تقدر تسمعه. الشايب اللي بيجي، الرجل العجوز اللي قام يبكي ويشكي، ما احب يعني اتاثر وايد لما اشوف الشايب يعني، عند الطفل يبكي ولا الشايب يبكي، اتاثر وايد. هذه وصيتي لبناتي بعد الرحيل. كونوا على قلب واحد، لان خلاص انتوا الان انتوا الثنتين خلاص. صيروا على قلب واحد، لا تفرقكم المادة أو يفرقكم القيل والقال أو أزواجكم أبدا،
انتوا مالكم الا البعض، خليكم على قلب واحد ان شاء الله، دومهم على قلب واحد ان شاء الله. انا بختم بعد بالسيناريوهات في هذا الكرسي. إيه؟ والكرسي كرسي احمر يعني. إيه؟ هو اسمه كرسي الاعتراف. زين، فخلنا نختم برسالة الاعتراف والصراحه في احتمالات. وانت انطلقت مسيرتك بالذهب. إيه؟ وانا الحين بتكلم عن المعادن والناس معادن. نعم. وبكر الله يرحمه. إيه؟ عنده اغنيه تقول الناس معادن. الناس معادن. نعم. ودي في صراحتك والمعهود انت بها وعفويتك ان تعطيني اسماء. إيه؟ تناسب هذه المعادن. الذهب اذكر مع بغادر. الفضه يعني الكل طبعا، الكل انا يعني اعتز بتعاملي معاه. ندى ما بي اطلع من بعد البرنامج هذا اخسر احد. الله خليش، ما بي اخسر احد. بدون ذكر اسماء، في ناس في هذه الخانه، في خانه الفضه؟ لا مو فضه، برونز. في في برونز. في برونز. إيه؟ انا عندي شيء ثاني. إيه؟ في برونز. إيه؟ مش فضه. وفي تنك اللي هو الحديد. حديد عادي. يعني انا اشكرك على صراحتك اكيد. اي والله، واحب هذه الصفه اللي عندك. إيه؟ ان انت ما تبي تزعل احد. ما ابي اخسر بعد العمر هذا كله. ندى ما ابي اخسر احد كلش. انا قلت يعني عبد الكريم القادر هو ذهب، لان عشره انا وياه وعمر انا وياه، وقسمنا الخبزه بالنص بيني وبينه. اي بس لا، كل واحد يعرف نفسه. خلاص قلت في ناس في البرونز وناس في الحديد. إيه؟ وكل يعرف نفسه كل واحد في اي خانه. اشكرك يا انور عبد الله على هذه الصراحه. بعد الفاصل احنا نطلع في كرسي بيعجبك ان شاء الله. الشهرة حلوة استاذنا. جدا جدا الشهرة حلوة، وايد وايد حلوة. وطبعا هي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى انك تكون مشهور. بس لازم تكون انت قد الشهرة هذه. شلون؟ تحترم نفسك لما تكون في الشارع، لما تكون بأي مكان، ما تعمل أي أشياء مخلف الأداب أو مخلف السلوك العام. أن أنت ينظرون لك في المطار، في كل مكان يشوفونك، في كل مكان يشوفونك. لازم أبد ترحب في الصغير وترحب في الكبير، وتصور مع الصغير وتصور مع الكبير، وتوقع حق الصغير وحق الكبير. وما تنرفز. سبحان الله في الجوازات صف ما أدري شنو وقف هناك. تحترم كل شيء، تحترمه عشان انت تكون قد الشهرة. باشر يقول اوه شفناه، صدق هذا فلان الفلاني مشهور، سوى العمل الفلاني، سوى كذا كذا كذا. هني تخل مكانتك عند الناس، لأنه مو مصاحق. وبعدين لا تنشر غسيلك، تهاوشت مع فلان وفلان قال لي كذي وانا ردت عليه كذي، او فلانه قال وش لك فلانه وفلانه ما ادري شنو وكذا. او مثلا في بعض الناس مع احترامي لهم يصور، شوفوا ايش كليت، شوفوا شربت انا، شوفوا انا وين قاعد، وين الخصوصيات. طب انا كمشاهد انا ايش علي منك ايش كليت ولا شربت ولا وين رحت وركبت سياره ولا صورت كذا. لكن هذا دلاله على انه يعني يقلل من قيمه الفنان طبعًا. لما يسوي كل هالتفاصيل اللي طبعًا ما ترتبط بفنه. الفنان اللي قام يثرثر وايد تقلل من قيمته. كم مقابل حق ام كلثوم؟ كم مقابل حق فيروز؟ رياض الصنباطي اعظم موسيقار عربي ما عنده مقابله الا بتلفزيون الكويتي، مقابلتين بس. صحيح. ناظم الغزالي الفنان الكبير هذا ما في حفلات له مصوره بتلفزيون الكويت. فات الحمامه لقاتها قليله. طه حسين الناس تتشوق تبي تشوفك. ايه. الناس تتشوق تبي تسمع كلامك. مو كل يوم نعطي محطه وكل يوم نعطي من التلفزيون وكل يوم طالع بالإذاعة وطالع بالجريدة وطالع بالسوشيال ميديا وطالع. خفوا شوي. عشان شي ما تحب السوشيال ميديا؟ ترى انت ما عندك لا تويتر ولا انستغرام ولا ابدا. ما عندي. حاولوا يا بناتي يا يبا احط لك ربعي في ناس تطوع، قلت لهم لا لا خلوني الشكل، خلوني الحمد لله الامور طيبه. احنا في كرسي الاحلام. إيه؟ والاحلام تعرف فضاها كبير. إيه؟ فهل في عمل خيري تحلم ان انت تشوفه على ارض الواقع، تساهم انه هو يتحقق؟ يعني هو مجرد حلم يعني؟ اي مجرد حلم. اعمل مستشفى
على المستشفى وعالج فيه المساكين، والشرط ما يكون في 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 الدول اللي الله منعم عليها، يكون في بلد إسلامي ذات كثافة سكانية كبيرة مثلا أندونيسيا، كثافة سكانية وايد فيها، السودان في كثافة سكانية. يعني أتمنى أني أنا أعمل لي مستشفى عالج الناس فيها، وفيها غسيل الكلى لأن أنا مريت بهذا الشيء، وفيها العيون، وفيها يعني أشياء كثيرة. يعني هذا حلم يعتبر. بعد ما مريت بهذا الشيء أبو عبد الله، تغير فيك شيء؟ طبعا بعد عملية الزراعة طبعًا والمعاناة والألم والاستشفاء والشفاء. الصحة، الصحة تتاج على رؤوس الأصحاء. ودير بالك على نفسك، لا تروح وراء السكريات هذه الأشياء كثير، لأن هذه كلها تأثر على الكلى. شباب ولا نفكر بالأمور هذه كلها. بعدين عرفت الحين خلاص هذا لا هذا إيه. هل تظن أن فنانين هذه الأيام يقدمون ما يكفي لمجتمعاتهم؟ لا يعني أنا ما أدري الحقيقة يعني إذا في أشياء ثانية، ولكن يعني أتمنى تكون في مساهمات خيرية كبيرة. إلا إذا هم عاملين أشياء كبيرة وما أعلنوا عنها جزاهم الله خير. بس اللي أنا اللي أتلمسه يعني وكذا، يعني ما أشوف مثلا مستشفى فنان الفلاني، مركز غسيل كلى فلان الفلاني، مع أنه في دخول عندهم، يعني في مدخول قوي يعني. نعم. خاصة الأيام ما شاء الله، يعني الله يعني الله 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 يزيدهم إن شاء الله. يعني داخل حلوة عندهم. صحيح. بس ما في مشاريع كبيرة، مثلا رعاية الأيتام، زراعة الأعضاء، مستشفى زراعة الأعضاء، أشياء مثل هذه يعني. حلمت أنك تتعاون مع عبد الحسين عبد الرضا وصار. تقول لنا؟ أنا طبعاً أعشق وأحب الفنان عبد الحسين عبد الرضا، وبالنسبة لي أنا شخصياً أنا عندي هو الفنان الكوميدياني الأول في الوطن العربي. لأنه على الطبيعة. نعم. على السجية، ما يتصنع النكتة، ما يتصنع الأشياء تي عفوي تي مع عفوي طبعاً. اشتغلت معه وايد، وسافرنا وايد أنا وياه، وخاصة هني في دبي، يعني إينا دبي وايد، ويعني تغدى عندي في البيت، تعشى عندي في البيت، وقعدنا مع بعض، وزرنا أصدقاء وحبايب هني في دبي، سواء على العشاء أو سواء في مناسبات أخرى. واشتغلنا مع بعض في مسرحية سيف العرب. فطلبني في مسرحية سيف العرب، قال لي تعال خلينا نشتغل. وفعلا نينا اشتغلت، فرحان طبعا. وقعدنا انا وياه، فيعطيني الافكار ان في اغاني اصلا هي اغاني عراقيه ولكن مركب عليها كلمات كويتيه. فقال لي ابي اسجل لايف. ردينا على لايف. انا ما احب الموسيقى احط لها هيثون وتركات وما تركات وكذا. أيه. انا ما احب كذي، ابي احنا والدنابك والطبول والطيران والعود والصفقه كلها شيء لايف مره واحده. أيه. هذا اللي انا ابي. قلت له حاضر. فقال لي تعال خلنا نسمعك بعض الاغاني العراقيه ونترتبها في العود وعلى طبقه صوتي. فقعدنا انا وياه وعطيف البناي والمخرجه رقيه الكوت. أيه. وقاعدين على الطاوله وحاطين لي كرسي، انا كرسي هذا ليفتر الكرسي، وعبد الحسين يمي مني الله يرحمه، وعبد اللطيف مني، والمخرجة، وأنا ماسك العود وأغني لهم، وهو يطق على الطاولة. دم تاك دم تاك تاك دم تاك تاك. هذا هو مشهور في الطق على الطاولة. مشهور. وأنا بالعود اندمجت. كذي تقول بعدنان أيوة كذي، وأنا بالعود هالشيء، وأنا أسوي الحركات. انكسر الكرسي اللي أنا قاعد عليه، طاح العود، طحت أنا على العود، كسرت العود وكسرت الدنيا، طحنا بالأرض ثينا، وهو قاعد يضحك. وعضلت بناء يضحك، وأنا على الأرض حشيلوني، يشيل العود هذا انكسر الحين تحتي من الأرض الحين أنا. قال لا 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 لا، قال البروفة الجاية بيجيب لك تجوري، عارفة التجوري ها؟ إيه. البروفة الجاية بيجيب لك تجوري، قاعدك فوق التجوري عشان ينكسر. عشان ما يتحرك. لو انكتب لك
واحنا في كرسي الاحلام انك تتعاون مع عبد الحسين عبد الرضا مره اخرى. هي. ايش تختار؟ هل ايضا مسرحيه سياسيه لا. ولا تختار لا. شيء اخر؟ ابي سكتش مثل ما عمل مداعبات قبل الزواج. أي. السكتشات هذه طبعا كتابه ولحنها سعد احمد باقر، ومن احلى السكتشات وحلوه فظيع. فقلت احلم ان انا اعمل سكتش معاه ومع سعاد ومع حياه الله يطول بعمرهم طمر الله يرحم عبد الحسين. سكتش كذي حلو كذي يضحك ويونس الناس ويبسط الناس. خلني اختم بالكويت. اي وتقول لي الكويت اليوم ايه؟ بواقعها السياسي الجديد، نعم، كيف تشوفها؟ ايش تتمنى لها؟ كل شعب الكويت متفائل وكله فرحان بالقيادة السياسية الجديدة. الشيخ مشعل الأحمد الله يعطيه طول العمر إن شاء الله، وقاعد يختار الآن، اختار رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم، وحيتم اختيار عن قريب ولي العهد، ومن ثم حكومة جديدة. متفائلين حيل 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 متفائلين. يعني أنا الحين أحس إنه في مرحلة جديدة إن شاء الله راح ندش فيها، وراح تتحقق الأمال وترجع الكويت ترجع مثل ما كانت لؤلؤة الخليج، وتتخطى الأشياء اللي فاتتها في السابق، وتقف مع مصاف الدول الخليجية الآن في المراكز الأولى إن شاء الله. إيش المشهد، إيش ودك في المشهد السياسي والاجتماعي في الكويت إنه يكتسب في المرحلة القادمة؟ حقوق المواطن الكويتي، أرجو الاهتمام بالمواطن الكويتي ودعمه وتشجيعه، كذلك فتح المزيد من المستشفيات والمراكز التعليمية في الكويت. الحدائق الكثيرة، محتاجين حدائق كثيرة وعشب أخضر وورد أخضر والدنيا منورة. كذلك الحريات بالنسبة للإعلام، للصحافة والإعلام. وين مسلسلاتنا قبل؟ وين مسلسلاتنا الحين؟ كانت في حرية حلوة، يقدر المؤلف يكتب ويقول ويتكلم وجهة نظره. اليوم لا لا لا، ممنوع ممنوع ممنوع. عملية المنتج المنفذ في وزارة الإعلام، وقفوا عملية المنتج المنفذ. أنت أنتج وإحنا نشوف ناخذ ولا ما ناخذ. ما يصير، ما يصير. أنا مسلسل مثلا كلفني أنا مثلا على سبيل المثال 3 ملايين درهم، تيجي تشتري مني 2 مليون درهم، والمليون مين يعوضني إياهم؟ على كيفك. طب ما نوقع من البداية أنا وياك منتج منفذ. أي. لا ما أوقع معك. طب ليش؟ أشياء كثيرة، أشياء كثيرة. فتح الأوبريتات في مستوى وزارة الإعلام، لازم احتفالات العيد الوطني عمل أوبريتات جميلة وأوبريتات حلوة وتتغنى بالوطن كذا. ما في. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. أمانية إن شاء الله الأمور هذه، متفائل خير أنا إن شاء الله بالمرحلة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. اليوم أكبر مخاوفك وأكبر أحلامك إيش هي؟ أكبر مخاوفي اللي قاعد يحيط فينا في الوطن العربي الآن اللي قاعد يصير. يعني البقعة كل مالها تكبر، الحروب تزداد، الأخطار تزيد، السلاح قاعد يتدفق في الوطن العربي كله. ما أبي أقول منطقة الخليج، في الوطن العربي كله، في دول قاصدة الآن إغراق منطقتنا بالمخدرات والأمور المزينة هذه كلها. هذا خوفي الكبير على الشباب، خوفي وايد كبير عليهم، لأن مستهدفين إحنا. صح. كل بلد شنو طاقتها، شنو قوتها؟ في شبابها. فإذا أنت استهدفت الشباب هذيلة حتأثر على المجتمع هذا كله. الله يعين حكامنا. آمين. اي والله الله يعينه على اللي قاعد، الاشياء اللي قاعده تصير هذه. فهذا خوفي الكبير على وطني العربي واللي قاعد يصير فيه. واكبر احلامك؟
أكبر أحلام يطعمني يعم السلام، العكس يعم السلام، والله ينصر أخواننا الفلسطينيين إن شاء الله، وتنتهي المشاكل في السودان وفي اليمن وفي ليبيا وفي العراق وفي سوريا وفي لبنان. خلاص يا جماعة، خلاص خلاص، يعني أرواح راحت، بشر راحت، موارد راحت، كل شيء راح. ليه متى نطاحة نحن عاد؟ خلونا نعيش بأمن وسلام. آمين. صرت آمين. سياسي أنا. آمين آمين. أنت جزء من المجتمع. طبعاً. إذا ما تفكر في كل مناحي المجتمع. أتأثر بالأشياء. ما تكون إنسان وجزء من هذا المجتمع. أتأثر أنا بالأشياء هذه كلها أتأثر. يعني إلى اليوم أنا الصحافة تيني البيت، ثلاث صحائف في البيت يوني كل يوم، ربعي يقولوا لي أنور أنت والله قديم. الحين يبغى بالإنستغرام وآيفون الدنيا كلها. قلت له ما بي، إذا ما جيت الورقة بيدي ما حس وصير يديني سودة يعني. سودة من الورق ما استانس. يعني إن شاء الله يعم السلام، وأنا يعني أتمنى لك من كل قلبي، وأنا جزء من جمهورك الكبير العريض، أن تكون بصحة وخير وفرح وبهجة دائمة. لأن أنت يعني إذا بعطي عنوان لأنور عبد الله بقول عنوانك طيبة القلب، الحمد لله. الغير مشروطة، الغير محدودة، وأنا سعيدة بهذا اللقاء أن أنت أعطيتنا فرصة أن احنا نغوص في أعماق ذكريات وقصص وحكايات وشخصية أنور عبد الله بشيء من القرب. أتمنى أن الجمهور يشوفك في شكل مختلف في هذه الحلقة. مشكورة ندى ليتش والمعدين والمصورين والمخرجين، أقول لكم كل الأصطاف موجود هنا ذهب. نورتني أبو عبد الله. إن شاء الله دوم معامرة دبي إن شاء الله. آمين. جوهرة الدنيا. آمين. مشاهدينا الحلقة المقبلة موعد آخر مع ضيف جديد.